دلوقتي مع حضراتكم في محافظة الشرقية هنزور مزارع الشرق، وهي واحدة من أهم المزارع المتوسطة التي تنتج ما بين 4000 ل 5000 كرتونة يومياً من بيض المائدة. النهاردة المزرعة بتبيع الفراخ البياضة كفراخ لحم، ويا لها من مأساة بالفعل. خليكم معنا. زرنا مع حضراتكم قبل كده مزارع الشرق للإنتاج الداجني في كفر الزقازيق الإبلي في محافظة الشرقية، حاجة عظمة. والتربية للفراخ البياضة في بطاريات، وكل حاجة في المزرعة بتشتغل بدوسة زرار. الشركة دي أسسها حماد إبراهيم، وهو أمين عام شعبة إنتاج بيض المائدة في الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، يعني من أصحاب القرار. وإنتاج مزارعه بيوصل لحوالي 4000 كرتونة بيض يومياً، ولكن المفاجأة الكبرى بيبيع الفراخ البياضة وهي في عز الإنتاج عشان تتعرض في السوق كفراخ لحم أو تسمين. والسبب باختصار شديد جداً إنه مش قادر يوفر الأعلاف للفراخ البياضة. عنابر الشرق طاقتها 150 ألف فرخة بياضة منتجة، باع نصهم تقريباً كلحم، وبيحاول يحافظ على باقي الفراخ البياضة، وطبعاً خسائره رهيبة لأن تربية الفرخة البياضة بفلوس كتير قوي النهاردة، والتفريط فيها مش سهل. دي بتبيض ذهب يومياً. تعالوا في البداية نقابل مسعد إبراهيم نائب رئيس شركة الشرق للإنتاج الداجني عشان نفهم إيه اللي بيحصل. وبالمناسبة هو الأخ الأصغر لحماد إبراهيم، أمين عام شعبة إنتاج بيض المائدة في الاتحاد العام لمنتجي الدواجن. مسعد إبراهيم محمود، شركة الشرق. مسعد، لما كنا بنفرح بصناعة بيض المائدة كنا بنيجي عندكم في العنابر في محافظة الشرقية. من أفضل العنابر اللي بتنتج بيض مائدة هي مزارع الشرق. النهاردة زعلتونا أستاذ محمد، إحنا بنبيع الفراخ البياضة بتاعتنا. طب ليه؟ ده أنت لسه مدخلها ولسه فاضل فيها 5-6 شهور، مش قادرين نكمل. أنا جيت لك في نفس اليوم، عايز افهم العربيات اللي بره دي كلها معقول هتضحي بكل فراخ البياضه دي؟ دي بتبيض ذهب. والله وحضرتك، الارتفاع التكاليف علينا في الفتره الاخيره بقى يمثل لنا ضغوط جامده، بحيث ان احنا ما بقناش قادرين نوفر الاعلاف للدواجن، بنضطر ان احنا بنخرج من السوق ولو على الاقل بكميه جزئيه علشان نقدر نستمر. انت بتربي النهارده قد ايه؟ عندك كام فرخه بياض؟ لا، هو اللي موجود حاليا دلوقتي 80,000، كان قبل كده كان تقريبا 150,000. يعني انت في 70,000 فرخه بياضه ضحيت بيها بعتها؟ تمام. انت اللي بتبيعه ده كان عمره قد ايه؟ يعني بقاله 7 شهور 6 شهور 8 شهور 8 شهور 8 شهور انتاج. يعني ضحيت ب 4 او 5 شهور انتاج عشان مش قادر تكمل. ارتفاع التكاليف علينا جامد وما بقاش حد. اشرح لي يعني ايه تكاليف؟ الكلمه دي مبهمه جدا بالنسبه لي انا. بص، قول لي تكلفه علاف، تكلفة ادويه، والعلف بالتفصيل ايه اللي بيواجهك فيه؟ بالراحه احكي لي. ده انت من صناع العلف. تمام. ازاي انت تقع في العلف؟ حضرتك، احنا كنا السنه اللي فاتت زي دلوقتي كده كان طن الذره كان بيدخل لينا كان ب 4000 جنيه و4200. تمام. تقريبا دلوقتي يعني طن الذره وصل ل 8700 8800 في الفتره الاخيره، نزل بس يعني نزول ضعيف جدا. طن البريميكس النهارده بقى ب 95000 جنيه من 30000، فدي كلها بتخش في مكونات العلف. فطبعا الطن ارتفع بصوره جنونيه، يعني طن العلف كان ب 5000 وب 6000 جنيه، اصبح النهارده بقى ب 10000 ونص وب 11000 جنيه. فبالتالي بنضطر ان احنا نخرج بكميات عشان خاطر ما يبقاش علينا ضغط، وعشان خاطر ما نخسرش ازيد من اللي احنا بنخسره. انا شايف هنا عدد عماله اكبر من اللي يتحملوا العنبر. ليه؟ الناس معانا بقالها فتره طويله، يعني يتجاوز ال 12 سنه وال 13 سنه. يا جماعه انا اسف بجد، بس يعني لا، اسئله لازم تتسال. معانا بقالهم ازيد من 12 او 13 سنه بنشيل بعضنا لحد ما نشوف الظروف هتروح على فين، كنا نقدر نكمل تاني في الشغلانه او نرجع تاني بطبيعتنا بصوره طبيعيه. فاحنا حاطين نفسنا رينج مثلا 6 شهور، الدنيا اتظبطت والاسعار ارتاحت بتاعه الاعلاف ما يوازي التكاليف اللي احنا بنستثمرها في الدواجن، هنبدا تاني نشتغل تاني بصوره طبيعيه. ما رجعتش هنضطر نرجع تاني ل 150,000 فرخه بياض. نحاول نرجع تاني، حتى ولو نرجع ل 100,000 تاني او 90,000، نزود على حسب، بس ان احنا البيوت اللي مفتوحه من ورا مننا ما تقفش. تاني ملاحظه اللي انا عارفه ان احنا في قطاع البياض بنشيل بعض. تمام. انت بتاع خامات، انا راجل بنتج البيض، بنشيل بعض، بنسيب لبعض فترات اخد فيها الخامات واشتغل عليها وبعد كده اديك حقك.
ليه المرة دي مش كده؟ لا هو حضرتك من بعد الأزمة أو المشكلة اللي بين أوكرانيا وروسيا يعتبر شركات الخامات أو الإضافات كلها قفلت على حتة الآجل وأصبح المعاملة كلها حالياً دلوقتي كاش. يعني نقل الدورة ب 700-800 ألف جنيه عايزة منك كاش وهو يعني في المينة؟ كاش في المينة الجرار بيتوزن ويقف في المينة وقبل ما يتحرك من مكانه لازماً يكون قيمته بالكامل بتحولها في حساب المورد ليه. طيب في برضو حاجة عايز أقولك عليها، أنا شايف من وضع الفراخ هنا البياضة بعضها ريشها واقع، ده معناه إنها ما بتاخدش كامل الفيتامين والمعادن المفروض تاخدها عشان نحافظ عليها كاملة. معنى كده إن أنت بتحاول تخف الضغط عليك برضو في بعض الحاجات الغالية اللي ما تأثرش على البيضة ومكوناتها، صح؟ تمام. هل ده برضو ما عملش معاك؟ يعني أنت بتحاول تقلل قد ما تقدر في تكلفة العلف والتغذية بتاعت الفرخة، ده برضو ما خلكش تقدر تستمر شوية؟ ما هو ما أقدرش سبع شهور وتنبيع؟ ما أقدرش أشيل الإضافات كاملة، لأن طبيعي لو أنا شلتها كاملة بينقص من عمر الطائر أو بينقص من الإضافات اللي مفروض تخش للجسم الطائر اللي هو بيتغذى عليها، فبالتالي أنا بخف جزء وبكمل جزء، يعني ما أقدرش أشيل الكمية كاملة بس بخف الضغوط عليها، لأن طبعا طن الميسونين النهاردة ما أتكلم في 85,000 جنيه وكاش، ما فيش حتى فترة 85,000 جنيه. فبحط مثلا لو طن العلف مفروض له انه يتحط له 2 كيلو بحط كيلو، بحيث ان انا يبقى يعني معلش ماسك العصايه من النص، ان انا برضو بحافظ على التكاليف بتاعتي اللي ارتفعت الارتفاع الجامد دوت، وفي نفس الوقت ان انا اقدر مكمل حتى ولو بنص الطاقه اللي عندي. انت خدت قرار انت والحاج حماده ان انتوا تخفوا شويه القطعان اللي عندكم بتاعت فراخ البياض. تمام. هتبيعها بكام يعني؟ دي مكلفاك 120-130 جنيه عشان تنتج لك اول بيضه. النهارده على وضع سعر اللحمه هتتباع الفرخه ب 40 جنيه. هي الكيلو بكام؟ كيلو ب 26.5. هل ده يعوض معاك؟ لا طبعا. يعني انت شغال مثلا بمبدا الخساره القريبه ولا المكسب البعيد، ولا كده كده كله خساره؟ لا هو كده كده كله خساره، فطبيعي ان انا لازم هخف يعني واحده واحده، كل اللي شغالين في المجال دوت حد وجي ومديونيه او حد وقف لك على فلوس، فبالتالي انت اقرب حاجه بتوصل ليها انك تبيع فراخ. طب هتقدر تكمل بالباقيين 70-60 ألف فرخة بياضة تقدر تكمل بيها؟ ما احنا محتاجين البيضة برضو. ربنا يستر بس ويفضلوا موجودين عشان خاطر الناس حتى اللي شغالة معانا مش عشان نحن. طب انت عندك عنابر تانية انا شفتها قبل كده، عنابر كلها بطاريات وحاجة محترمة جدا وكلها بشغل إلكتروني، برضو دي بعت منها؟ بعت منها 3 مزارع وفاضل مزرعتين شغالين فيها. مش عارف اقول لك ايه، لما تيجي الناس التجار اللي بره دول لهم متشكرين، هنستحمل كمان اسبوعين 10 ايام يمكن الحال ينصلح. خلينا نفكر ان طب ده النهارده انت 60 جنيه كرتونة البيض، نعمل اكتر من كده ايه؟ يعني حتى المستهلك يعمل اكتر من كده ايه؟ تكلفه 60 جنيه تكلفه طبق البيض اليوميه النهارده لو انتاج 90% تعدي عن ال 65 جنيه. طب مسعد، انا عارف مسعد انه معلم في الصناعه. تمام. احنا متربيين طول عمرنا جنب الفرخه دي. تمام. معلمين فيها. تمام. انت محتاج ايه عشان تكمل في بيض المائدة؟ لأن احنا محتاجين بيض المائدة. وحضرتك بس لو يبقى في سعر عادل للبيض شوية، أو يبقى في سعر عادل للعلف أو إضافات الأعلاف، لأن احنا دلوقتي ما يعني المستهلك حتى مش متقبل الوضع. كرتونة البيض النهاردة ب 60 جنيه البطاريات من المزرعة، والأرض يوصل له 75 و80، فهو مش متقبل حاليا دلوقتي كمان سعر البيضة، زي ما يكون إن ما فيش حاجة غليت غير البيض بس. احنا النهاردة مستهلكين لأكتر من خامة ومستهلكين لأكتر من سلعة برضو بتدخل بيوتنا أو بتدخل للفراخ. حضرتك الصناعة دي مش صناعة سهلة، يعني البيضة لحد ما بتوصل للمستهلك ممكن تكون عدت على 35 إيد عاملة. يعني أنت السعر اللي يخليك تكمل وما تخسرش كام لكرتونة البيض بس يكون عادل عشان أنا كمستهلك؟ ما حضرتك سعر العلف ولا سعر البيض أحسن ليا أن سعر العلف اللي ينزل. الأحسن ليا عشان خاطر برضو ما يحصلش صدام مع حد من الشعب أو المستهلك، ما يبقاش باصص لينا بصورة أن احنا ناس جشعين، احنا مستهلكين برضو. اللي قدام حضراتكم ده هو وائل حسن، تاجر دواجن شغلته يشتري الفراخ البياضة بعد انتهاء دورتها عشان تتباع كلحم، وطبعا هو نفسه مندهش من تفريط المربين في الفراخ البياضة المنتجة. وائل حسن، حضرتك تاجر دواجن صح كده؟ تمام حضرتك. طبعا انت بتدخل عنابر تسمين؟ لا، الاساسي بياض، شغل بياض اللي هو بعد لما يخلص دورته. بعد ما يخلص بيض. السنه دي الناس عامله ازاي في البياض؟ لا السنه دي والله حضرتك اصحاب المزارع بصراحه يعني الله يكون في عونهم، تكلفه بيض وتكلفه علف، فهو دلوقتي يعني ده قطيع حضرتك بيتباع دلوقتي عمر 7 شهور أو 8 شهور، يعني فدول له 4-5 شهور في الانتاج، 4-5 شهور انتاج، فبيبيع مش قادر يغطي تكلفه الفرخه بتخسر معاه. الوضع ده متكرر معاك؟ يعني بتلاقي يعني كتير قوي عنابر بياض بتقول لك تعالى اشيل الفراخ؟ والله يعني بنسبه 85%. ياه.
طبعا في الشرقيه 5%. في الشرقيه في طلب في السوق على فراخ البياض، يعني هو حضرتك كتسمين انها تتباع كلحم. طبعا في طلب دلوقتي، بس دلوقتي المستهلك حضرتك احنا جايين ناخد سعر النهارده ب 26.5. السعر ده المستهلك نفسه مش قابله. النهارده حضرتك بتتكلم في كيلو التسمين النهارده ب 33 جنيه من المزرعه، فهي المستهلك مش متعود على الاسعار ديت. ده فرق حوالي 7 جنيه ما بين التسمين وما بين البياض. حضرتك احنا كمستهلكين دي الفرخه البياض دي كانت متعوده من زمان، معروفه باسم فرخه الغلبان. تمام. لان فرخه كانت سعرها رخيص، ما كانتش وصلت الاسعار ديت، فاصبح مع غلو الاعلاف والخامات فاصبح ان الفرخه بقى سعرها مبالغ فيه. كانت الاول بكام يعني؟ كانت الاول يعني كانت وصلت اسعار مثلا 15 جنيه و16 جنيه و17 جنيه الكيلو. دلوقتي في الطبيعي غصب عن اي حد ان هي توصل للسعر ده، لان ما فيش فراخ في السوق. يعني معظم بنسبه، يعني مش عايز اقول لحضرتك بنسبه 60% الناس بتخرج من السوق. لو ما كانتش الناس دي خرجت من السوق الفتره اللي فاتت كان بدليل تلاقي السلعه دي موجوده، انما مش موجوده دلوقتي حاليا. دلوقتي هنقابل مجدي سعيد مرسي وهو منتج لبيض المائده في كفر الزقازيق ابلي بالشرقيه، وهيشرح اسباب الخسائر وليه بيفرط المربين في الفراخ المنتجه للبيض وبيبيعوها كلحم. حاج مجدي مرسي، قابلت حضرتك قبل كده؟ تمام. عند حمادة في المحطة اللي كلها بطاريات اللي تفرح اللي للأسف برضو بتتباع. تمام. حتى حضرتك النهاردة بتقول لي أنا بربي في 100,000 فرخة بياضة، النهاردة بربي في 50,000، نزلت 50، بعتهم ولا أنت محجم نفسك من البداية؟ لا، كل ما بينزنق في ضغط عليا في فلوس في التزامات بخل. الوضع ده هيستمر إزاي؟ عايز أفهم أنا بقى منك. لو فضل على كده المجال ده هيضيع، لأن كده خلاص يعني اللي عنده عنبر مش عارف يشتغل، اللي عنده عنبرين بيشتغل بعنبر مش قادر يكمل، ممكن بعد فتره يوقف خالص. والحل؟ الحل بقى في ايد ربنا بقى وفي ايد الجو والخامات طبعا في ايد ربنا طبعا. ولكن بيسبب الاسباب، ايه الاسباب اللي في ايدينا اللي ممكن تخلي صناعه زي دي تنجح؟ اول تاني والجو يبقى فيه استمراريه ويبقى الناس بتكمل، انما كوضع الوقت كل واحد مطالب بكل يوم كاش. انا مش قادر اوفي كاش، بتاع الذره بيقول لي ادفع الاول، بتاع الدواء بيقول لي ادفع الاول، طب انا مش قادر اغطي، التكلفه عندي عاليه، فبضطر ان انا ابيع قطيع كبير شويه عشان ادخل القطيع الثاني اصرف عليها فلوس، كله في حاله قلق، يقول لك انا شايف ان الراجل ده كان عنده عنبرين، ثلاث عنابر بقى عنده عنبر، طب اديله ائتمان ثاني ممكن في نازل ما لقاش عندي حاجه خالص. طب سعر الكرتونه يروح فين عشان يغطي تكلفتنا؟ ما ده السؤال. نعم. النهارده بخرج من عندك ب 60 جنيه، ده احنا كنا 38 39 وطايرين من الفرحه، 40 45 طايرين من فرحتين، النهارده 60 من العنبر عندك. 60 جنيه برضو انا ببيع فراخ، يعني انا لو انا مكسب مش هبيع، هبيع ليه؟ ببيع النهارده ليه؟ مفيش انتاج وحش مع ارتفاع العلف مع الضغوط كلها، ما حدش بيستحملني دلوقتي عليا دي، انا عايز اسد، مش راضي يديني مثلا اجيب اكل عارف الصبح بعد بكره بعده. عندي أزمة عيد داخل عليا، عايز ائتمان لمدة أسبوع، ما معيش الأسبوع دي، معايا أكل النهارده بس. خلاص هبيعها. في معادلة كانت معروفة في سوق إنتاج البيض، وهي إن سعر الكرتونة الواحدة يوازي ما بين 7 ل 8% من سعر طن العلف. يعني لو طن العلف ب 10,000 جنيه، يبقى سعر الكرتونة يتراوح ما بين 70 ل 80 جنيه. ده طبعًا مبالغ فيه، والسبب قفزة العلف الرهيبة اللي سببها الرئيسي ارتفاع خامات العلاف اللي بنستوردها من بره. ولكن في النهاية المربي مش عايز غير اللي صرفه وجنيه ولا اتنين بالكتير هامش ربح عشان بس يستمر.